نصل الآن لكتاب يعد من أكثر الكتب التي تم حجبها في بدايات القرن العشرين، بل ودفع الكاتب حياته ثمنا له، كشفت عن حقائق كبيرة وعميقة جدا، لدرجة أن كتاب ويليام غايكار الذي يعتبر من أكبر الكتب في فهم الواقع السياسي لم يكن إلا صفحة بجانب هذا الكتاب، ولم يكن صاحب هذا الكتاب روائيا أو مؤلفا أدبي، بل كان قارئا لأحداث الواقع، فاهما لحقائق الماضي، ضليعا في الشؤون الدولية، ومحنكا في الرؤى السياسية. كشف العديد من الخطط المستقبلية للجماعات السرية، وحذر الملك ألكسندر الأول والملكة الصربية أن هناك محاولة لاغتيالهما قبل أن تتحقق رؤيته في عام 1902، كما حذر الدوق سيرجي ألكسندروفيتش عام 1904 قبل اغتياله عام 1905، وتوقع الحرب العالمية الأولى قبل وقوعها بسنوات، وفي عام 1926 وقبل اغتياله بأشهر أعلن أن هناك حربا عالمية ثانية يخطط لها في الخفاء. إنه آرثر شيرب سبيريدوفيتش، صاحب همسات كتاب حكومة العالم الخفية. يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي أرشفت حقائق لم تكن معروفة للعالم، والتي ما يزال الكثير اليوم يعتبرها ضربا من ضروب الخيال. يتلخص فحواه عن وجود حكومة عالمية خفية تسعى بكل الطرق لحكم العالم بأسره عبر نظام حكومي سلطوي، يتضمن الكثير من أهم الشخصيات حول العالم تحت جهات سياسية واقتصادية وإنسانية وحتى دينية. يطلق عليهم أسماء كثيرة كالدروع الحمراء والمتنورين وأحفاد الفرسان التسع وأخيراً البنائين الأحرار. يكشف الكاتب بالدلائل علاقتهم المباشرة مع العديد من الأزمات التي وقعت على مر السنين من أجل تحقيق الغاية العظمى لهم في حكم العالم، وخصوصا الحربين العالميتين الأولى والثانية. إلا أن الأهم من هذا كان في الحقائق والأسرار التي أخرجها لأول مرة عن عائلة الدرع الأحمر، ودور اليهود في الثورة الفرنسية وإسقاط القيصرية الروسية، وفي الحرب الأهلية الأمريكية، والقضاء على السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان أكبر تهديدا حديثا لهم، وأيضا مؤامراتهم على فرنسا وإنجلترا وأمريكا. يبدأ الكاتب هذا الكتاب بمقدمة تكشف عن وجود منظمة خفية يديرها 300 من أصحاب النجمة السداسية، يطلق عليهم اسم حكماء صهيون، ينتخب واحدا منهم ليكون ملكا عليهم، من بين الذين أثبتوا خلال تاريخ حياتهم أنهم الأكثر التزاما ببروتوكولات حكماء صهيون، ويعتبرون هذا الملك وريثا لملك سليمان وداود، وهما براء من ذلك عليهما السلام. يكشف المؤلف مبادئ حكومة الظل بقوله أنها تتمحور حول أربعة، وهي النزعة العنصرية العدوانية، والغدر والخيانة، وأخيرا الانحلال الخلقي. ثم يكشف تاريخ عائلة الدرع الأحمر التي ينسب إليها على الأقل نصف الدماء التي سفكت والكوارث التي وقعت منذ عام 1770، ويقول أنجب روتشيلد 5 صبية و5 بنات، وحمل الجميع لقب الدرع الأحمر، توزعوا بين أمريكا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا والنمسا، وأسسوا المنظمات السرية المنقسمة لثلاثة منظمات، والتي عن طريقها قبضوا على أوروبا وقادوها وأصبحوا سادتها وسيطروا عليها، وسيطروا في القرن 19 أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. ثم اكتمل هذا المشهد بإدخال رموز جديدة لتلك المنظمات كالصين واليابان وجنوب شرق آسيا، أدخلوا في عقيدة الهلاك تحت المنظمة الهيراركية. فقد تتبع المؤلف خط سير عائلة الدرع الأحمر منذ القرن 18،
مروراً بتمويلهم للحروب ومناطق الاستعمار ومساعدة اليهود في الهجرة لفلسطين وعمل كل ما يلزم للحصول على وعد بلفور عام 1917، ثم تنبأ بقيام كيان يهودي محتل في فلسطين. أول من كشف الستار عن هذا وأكد أن تلك الأمور حقيقية هو والتر راثينوهو المليونير اليهودي، حين صرح لصحيفة نمساوية تدعى فاينر بريس عام 1909 قائلاً أن هناك 300 رجل تخضع كافة حكومات العالم لهم، يملكون الوسائل التي تمكنهم من القضاء على أي حكومة في العالم لا يرضون عنها. الكونس بيريدوفيتش كان من أسرة اسكندنافية نبيلة الأصل، ومن بحثنا في هذا الكتاب يتبين بوضوح أنه على دراية تامة بما تخطط له تلك المنظمات، فقد كانت لديه القدرة على فهم متطلبات الحاضر وقراءة المستقبل، ولكن هذا كان ثمنا لحياته. ففي 22 من أكتوبر لعام 1926 وجد شرب ميتا في فندق ستيتن آيلاند في نيويورك، وذكر الصحيفة نيويورك تايمز أن وفاته كانت نتيجة اختناق عرضي من خط غاز. وبعد 9 أيام من الحادثة جاء تحقيق الشرطة الرسمي بأن الأمر كان انتحاراً، وفقاً لما أفادته مصادر يهودية عديدة. نعتقد أن سبب الوفاة الحقيقي بات معروفاً لكم. نصل هنا إلى نهاية رحلتنا بين الكتب والمقالات عند آخر كتاب، كتاب أصاب ستالين بالفزع والخوف ووضع في الأرشيف السوفيتي فائق السرية. جمع النازيون أسراره من أغلب المحافل السرية، وامتد تاريخه من قبل الصليب الوردي وإلى ما بعد آدم وايزهاوت. لم تكتب حروفه على الأوراق، بل حفظت وتناقلت بين الجماعات، إلى أن نزعت الKGB أسراره باستخدام عقاقير الأعصاب، فكتب منه نسختين، أحدهما لزعيم السوفييت ستالين والأخرى لرئيس المخابرات، وسرقت نسخة باستخدام الكربون من قبل طبيب الأعصاب، أسماه ستالين بالسمفونية الحمراء وعرفه الباحثون بمعزوفة الشيطان التاسعة. تخيل أن تنفجر قنابل العالم دفعة واحدة، كيف سيكون أثرها على هذا العالم؟ هذا ما فعله ذلك الكتاب آنذاك في حقبة القرن العشرين، قبل أن تقوم أمريكا بابتكار أسلوب الطائر الساخر ونظرية المؤامرة من أجل دحض أي حقيقة تقال. فما قصة هذا الكتاب ولماذا حظي بهذا الاهتمام؟ يتلخص الكتاب في مجموعة من الأقوال أدلى بها شخص مقرب من تروتسكي يدعى راكوفسكي، وتروتسكي هو شخص روسي ماركسي ماسوني ملحد، وأحد زعماء الحركة الشيوعية العالمية في النصف الأول من القرن الماضي، مؤسس مذهب تروتسكي الشيوعي الذي يدعو إلى الثورة العالمية الدائمة. وأما راكوفسكي التي ألفت السمفونية الحمراء من اعترافاته، فهو السفير الروسي في فرنسا وابن تاجر يهودي بلغاري، اعتنق أفكار الشيوعية من صغره، ونشأت بينه وبين تروتسكي زعيم الشيوعية الروسي صداقة قوية نال من خلالها ثقة تروتسكي، وأصبح المسؤول المالي للتروتسكيين بل والصندوق الأسود لهم، كما كانت له علاقات قوية مع الجمعيات السرية كشف عنها أثناء التحقيق معه. ولفهم هذا الكتاب المعقد لا بد من الرجوع لقصة ستالين وحربه ضد التروتسكيين أتباع تروتسكي. في ثلاثينيات القرن الماضي قرر ستالين التخلص من تروتسكي بعد انكشاف السمفونية الحمراء، فأحس بخطورة هذا الشخص الذي امتلك شعبية واسعة بين جماهير البروليتاريا والطبقة العاملة في روسيا وخارجها. كانت شعبيته تضاهي شعبية فلاديمير لينين قائد الحزب البلشفي الروسي،
وبالرغم من أن ستالين وتروتسكي شيوعيين، إلا أن تروتسكي تميز عن ستالين بأنه من أنصار الثورة الدائمة والثورة المستمرة من أجل نشر الشيوعية الإلحادية في جميع بلدان العالم عن طريق الثورة والفوضى. إلا أن ستالين كان يقوم على تطبيق الشيوعية وقيامها في بلد واحد وهو روسيا، ومن ثم يقوم بتأييد ودعم الثورات في مختلف أنحاء العالم. قد يعتقد القارئ للتاريخ أن هذا هو سبب الخلاف بين الحزبين، ولكن من خلال التحقيق مع راكوفسكي سفير روسيا في فرنسا يتبين أن هناك أسباباً عميقة وجوهرية للخلاف بين ستالين وتروتسكي، وهذه الأسباب هي لحن السمفونية الحمراء، السمفونية التي جعلت ستالين يشن حملة شرسة وواسعة لتطهير روسيا من التروتسكيين، وتخطى به الأمر لإعدام كامنييف وزونييف اللذين كانا من أقرب الناس إلى ليلين قائد الحزب البلشفي الروسي، فضرب أنصار تروتسكي في كل مكان إلى أن تمكن من اغتياله في المكسيك. ومع ذلك لم يهدأ بال ستالين وتفكيره، فثمة رجل لا يزال حرا وهو راكوفسكي المسؤول المالي للتروتسكيين وكاتم أسرارهم، وعندما تم الإمساك به ادعى أن لديه معلومات مهمة لن يدلي بها إلا لستالين من أجل الإبقاء على حياته، فكلف ستالين ضابطا محنكا ومقربا منه للتحقيق معه وباللغة الفرنسية من أجل الإبقاء على التحقيق سريا. وكنتيجة لهذا تم تكليف شخص ثالث يجيد الفرنسية لتدوين أقوال راكوفسكي واعترافاته، وهنا وقع الاختيار على طبيب بولندي من أصل بلغاري اشتهر بعبقريته الكيميائية وبابتكاره لعقاقير أعصاب باستطاعتها استخلاص الاعترافات بهدوء تام، وهو الطبيب جوزيف لاندوفسكي. بدأ التحقيق معه بسرية تامة في أقبية جهاز المخابرات السري سيء السمعة الكي جي بي الذي مات فيه 1,000,000 شخص خلال عام واحد فقط، وقام الطبيب سرا بوضع ترياق الأعصاب في شراب راكوفسكي من أجل استخلاص الاعترافات بدون خوف، لأن أسلوب التعذيب سيدفع راكوفسكي للاعتراف بمعلومات غير صحيحة، وستالين يريد الحقائق لا الأكاذيب. دامت عملية التحقيق حوالي 7 ساعات متواصلة، وجمعت أقوال راكوفسكي على شكل كتاب قدم نسخة منه لستالين وأخرى لرئيس مخابرات الكي جي بي. إلا أن الطبيب لاندوفسكي الذي تولى مهمة كتابة الاعترافات كتب نسخة ثالثة منه عن طريق وضع الكربون بين الأوراق، وعندما اطلع ستالين إلى اعترافاته قال: لا يمكن نشر هذا الكتاب لأنه سيشكل قنبلة ستقلب العالم. تطرق الكتاب إلى نشأة المتنورين والماسونية وآل روتشيلد مع أبنائه 5، وكيف صنعوا الشيوعية وأنهوا الإمبراطورية القيصرية والعثمانية، وكشف أسرار مصانع الأسلحة والدواء، وبالأخص في جملة قال فيها: أعطي السم للناس وبع لهم الترياق. وفي كل مرة يسأله المحقق يقول له: هم. فيسأله المحقق: من هم؟ فيجيب: بهم. ثم قال له: ومن غيرهم؟ الدرع الأحمر الألماني، هم على العلم السوفيتي والصيني والشيوعي، وهم الخط الأحمر في الأعلام، وهم أصحاب النجمة الخماسية التي تتوسط الأعلام، فإن كانت النجمة السداسية لأحفاد داود فالخماسية لأحفاد الدرع الأحمر وعبدة الشيطان. ثم نظر إليه ضاحكا وقال: ألم تسأل نفسك كيف لشاب بعمر 25 كتروتسكي يصبح قائدا للحزب الشيوعي الروسي؟ أجاب المحقق: بنعم. فقال له: لأنه منهم. من هم؟ وقال له أيضا: هل تعتقد أن كل من كارل ماركس وإنجلز أعطوا الناس مفتاح الاقتصاد؟ ما هم إلا أبواق للدرع الأحمر لزيادة الثروات؟ فسأله المحقق: ما هي مهمة تروتسكي؟ فأجاب: تروتسكي أوهم الروس بأنه المناضل لحقوقهم،
كما يحدث اليوم تماما مع الشعب المخدوع، فقد كانت مهمته تمزيق روسيا ونهب ذهبها بالكامل عن طريق نشر الشيوعية وغرس الإلحاد، فقد فعل بها ما لم يستطع عليه ألد أعدائها. ثم كشف عن قواعد المحافل شديدة السرية وكيف يتم التحكم بالعالم، أضف إلى أمور ستجدها بنفسك منقوشة على أوراق الكتاب. تسربت من هذه الصفحات في يد النازيين، وعندما غزا هتلر هولندا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا، شكل فرقة عسكرية مهمتها جمع الوثائق عن المتنورين، فقد كان لديه رغبة قوية في معرفة من هؤلاء ومع من يتصلون وماذا يريدون بالضبط. نجحت الفرقة النازية في تلك المهمة وجمعت أرشيفا ضخم دفن بأكمله تحت الأرض. وفي أثناء حصار ليلينغراد من القوات النازية، كان من ضمن القوات فرقة إسبانية تقاتل إلى جانبهم، فلجأ أحد جنود هذه الفرقة إلى كوخ ليحتمي به، ليجد فيه جثة رجل بجانبها مجموعة مخطوطات وأوراق، كان من ضمنها النسخة الكربونية للسمفونية الحمراء. أخذ الجندي هذه الأوراق واحتفظ بها ونقلها إلى مدريد التي قامت بنشرها بعد عامين من التحقيقات باللغة الإسبانية. علمت المخابرات الروسية بأرشيف النازيين الضخم الذي دفن تحت الأرض، وبعد هزيمة الألمان كلف ستالين فرقة كبيرة للبحث عن هذا الأرشيف، واستطاع أن يستولي على مئات آلاف الوثائق التي جمعها النازيون من الجمعيات السرية حول العالم، تمت ترجمتها بالكامل إلى اللغة الروسية، واعتبر جزءا من هذا الأرشيف سريا للغاية، لم يطلع عليه إلا ستالين مع شخص آخر. كان أهمها أرشيف ليلين وماركس وإنجلز وتروتسكي، هؤلاء الأرشيف الأربعة تفضح الجمعيات السرية وبالكامل. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 تم الكشف عن تلك الأرشيف. وأما السمفونية الحمراء فترجمت إلى أهم لغات العالم وأخذت شهرة واسعة جدا، بعد أن استطاعت أمريكا ترسيخ أن حقيقة المؤامرة ما هي إلا وهم. ومع ذلك لم يسمح بترجمتها إلى العربية إلا بعد 90 عام، ونشرت لأول مرة في عام 2020، أي في عام تماثل الرقمين. Thank you.